السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في ترنيير مينيت كانتي اللي غيكون في الكلير فونتين دو فيل. كما كنشوفوا مع سيليكسيون اللي غادت اللي كاينه فيها ما بين اما الويت اما السيس، هذا هو التوقع ديالي. ما غيطلعوش بجوج. غادي نزيدكم واحد المعلومه بان 12 بيناليزي غادي يدير لابلاس ديالو، غادي يدير لابلاس ديالو، خا شونجمون دو كاتيجوري غادي يدير لابلاس ديالو. نقدروا نعتمدوا على الرقم 12 الاخوان في هاد الكاتيجوري، في هاد لاباز هادي، في هاد لا سيليكسيون اختاروا لنا 12 كعاود قاعده. ما بين الويت والسيس اللي يقدر يكون كونفيون هو الرقم 6، لانه عنده الانتقام من الرقم 8. تقدر تكون ديك 12 6 ولا 6 12. من هنا يا الاخوان غادي نمشيو لعند ان تروا، ان تروا، ان تروا في الحي الاخوان. هنا كندخلوا لعند الخيول ديالنا، يعني ال11 وال7 وال6 وال5. تنظن انا الاخوان غادي تكون هنايا، و هادشي اللي كاين. وتحياتي لكم ونتمنى الخير جميعا ومع السلامه.